مرحلة هذا اقتراح من جانب إدارة جوزيف بوريل يقدمه بعد نحو ساعة أو ساعتين من الآن من هنا إلى منتصف النهار أمام وزراء الخارجية ضمن اقتراحات أخرى كان يعمل عليها جوزيف بوريل بموافقة الوزراء تتمثل خاصة في دعوة إسرائيل إلى الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي بصفة رسمية فيما يسمى أو في نطاق مجلس الشراكة الثنائي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لبحث في كافة القضايا الخلافية التي تتمثل في انتهاكات إسرائيل لبنود عدة في اتفاقية الشراكة منها القانون الدولي، القانون الإنساني، عدم احترام القانون الدولي وكذلك قرارات المحكمة العدل. ومسألة العقوبات هذه هي اقتراح إضافي يقدمه جوزيف بوريل في ضوء التطورات الخطيرة التي نشهدها، أي اتساع الحرب على الضفة الغربية، أي توسع الاستيطانات، أي الاعتداء على المقدسات الإسلامية والتهديدات ببناء هياكلها داخل ربما داخل الأماكن المقدسة الإسلامية. وجوزيف بوريل قال بأن هذا الأمر يعني الاعتداء على المقدسات الإسلامية أو المقدسات في مدينة القدس الشرقية يجب على المجموعة الدولية ككل أن ترد عليها، والاقتراح العقوبات ضد هذين الوزيرين المتطرفين ضمن الاقتراحات المطروحة اليوم. ولكن إشارة مهمة أن الاجتماع في جزء كبير منه يتركز بشكل أساسي حول أوكرانيا وحول الخطوط الحمراء التي تجاوزها أوكرانيا بدخول قواتها إلى كورسك وسيطرتها وأصبحت قادرة على إصابة أهدافها في عمق روسيا. هذه النقطة الرئيسية ربما التي تحتل الجزء الأكبر من نقاشات. ولكن فيما يتعلق بالعقوبات المحتملة على الوزيرين، هل اتضح ما نوعية هذه العقوبات وما سقف هذه العقوبات؟ هذه العقوبات لن تتجاوز حظ دخول الوزيرين التراب الاتحاد الأوروبي وربما في أقصاها تجميد الأصول التابعة لهم إذا كانت لهم أصول في السوق الأوروبي. ولكن من السابق إلى أوانه الحديث الآن عن أن الدول الأوروبية ستتوصل إلى إجماع في مرحلة ما، لأن هناك مسارات إجرائية وسياسية أيضا. المسار الإجرائي يتطلب أولا موافقة الدول الأعضاء على أن يحال هذا الملف إلى اللجان المختصة لبحث الجوانب القانونية والفنية التي من التي تمكن الاتحاد الأوروبي من فرض هذه العقوبات. هذا واحد. ثانيا مسألة من الناحية السياسية، هناك مباحثات تبذلها الولايات المتحدة مع الأطراف المعنية وكذلك مصر وقطر. يجب النظر إلى أهمية هذا العنصر، عنصر العقوبات كعنصر ضغط على الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي من هذه الناحية نعم يتوقع أن توافق دول عدة على هذا الاقتراح. يبقى السؤال المطروح وهو أن المجر، جمهورية التشيك، ومثل ما تفضلتي ربما ألمانيا لا توافق في هذه المرحلة على استهداف الوزيرين. لماذا؟ يبدو حسب ما بحثت يعني على مدى أسابيع سر هذا الدعم المطلق من جانب المجر لإسرائيل. هناك صداقة خاصة بين فيكتور أوربان وبنيامين نتنياهو. تفضلي. شكرا جزيلا مراسل الحدث نور الدين الفريدي، كنت معنا من بروكسل.